بسم الله الرحمن الرحيم، درس بعنوان الفعل اللازم والفعل المتعدي. بداية دعونا نتذكر أن الجملة الفعلية لها ركنان أساسيان هما الفعل والفاعل. فما بال المفعول به؟ المفعول به من المكملات للمعنى وليس من أركان الجملة، فهو اسم فضلة زائد قد يتم المعنى بدونه، بخلاف الفعل والفاعل فهما ركنان أساسيان لا تتم الجملة بدونهما. فمثلا فهم الطالب الدرس، ففهم فعل والطالب فاعل والدرس مفعول به، ولكننا ذكرنا أن معنى الجملة قد يتم بدون المفعول به، فقد نقول مثلا فهم الطالب في بيته ويتم المعنى بذلك. وإذا نظرنا إلى الفعل فهم سنجد أنه صح له أن ينصب مفعولا به، ولكن هناك أفعال أخرى لا تنصب مفعولا به، كالفعل حضر في هذا المثال حضر الأستاذ، فالفعل حضر هنا رفع فاعلا وهو الأستاذ ولم ينصب مفعولا به. ومن هنا يمكن تقسيم الفعل من حيث العمل إلى قسمين، فعل لازم وفعل متعد. فالفعل اللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، كحضر وذهب ونبت. أما الفعل المتعدي فهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به أو أكثر، كفهم وشرب وظن. الفعل من حيث العمل قسمان، فعل لازم وفعل متعدي. فالفعل اللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، أما الفعل المتعدي فهو الذي يرفع فاعلا وينصب مفعولا به أو أكثر. وعلى الرغم من أن الفعل المتعدي ينصب مفعولا به، إلا أن المعنى يتم بدونه، كقولنا في المثال السابق ذاكر الطالب في بيته، فذاكر فعل والطالب فاعله، وأضيف الجار والمجرور في بيته وتم المعنى بذلك بدون الإتيان بالمفعول به. إذن فقد يحذف المفعول به في حالة الفعل المتعدي، ولكنه يظل متعديا ويظل المعنى تاما. والفعل المتعدي منه ما ينصب مفعولا واحدا أو أكثر، فمثال ما ينصب مفعولين كالأفعال ظن وحسب وزعم وخال وعلم ووجد وألف ودرى وأيقن ورأى وجعل ومنح ومنع وكسى وألبس وأعطى إلى آخره من الأفعال. هذه الأفعال تنصب مفعولين، ولدينا أمثلة. المثال الأول رأيت الحياة كفاحا، فرأى فعل والتاء تاء الفاعل، والحياة مفعول به أول، وكفاحا مفعول به ثان. ومثال آخر أعطى المعلم التلميذ هدية، أعطى وهو الفعل، المعلم وهو الفاعل، والتلميذ وهو المفعول الأول، والهدية وهي المفعول الثاني. ومن المتعدي ما ينصب ثلاثة مفاعيل كالأفعال أعلم وأرى وغيرها، فمثال ذلك أعلمت زيدا الدرس سهلا، فأعلم فعل وفاعله التاء، وزيدا مفعول به أول، والدرس مفعول به ثان، وسهلا مفعول به ثالث. ومثال ذلك مع الفعل أرى، نقول أريت زيدا الحق جليا، فأرى فعل فاعله التاء، وزيدا مفعول به أول، الحق مفعول به ثان، وجليا مفعول به ثالث. وهذه طريقة لتمييز الفعل اللازم من المتعدي. إذا أردنا أن نميز الفعل اللازم من المتعدي سنضيف إلى الفعل الذي نريده أحد ثلاثة ضمائر، كاف الخطاب أو هاء الغيبة أو ياء المتكلم، فإن قابلها الفعل كان متعديا وإن لم يقبلها فهو لازم. ومثال ذلك لدينا الفعل ذهب، سنلحق به هاء الغائب مثلا ذهبه، لم يقبلها إذن فهو لازم. ومثال للمتعدي فعل آخر كلم، سنلحق به كاف المخاطب مثلا فسيصبح كلمك، قبلها أجل إذن فهو متعدي. إذن فالخلاصة الفعل اللازم هو الذي يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا به، أما الفعل المتعدي وهو الذي يرفع فاعلا
وينصب مفعولا به أو أكثر. قد يحذف المفعول به في حالة الفعل المتعدي ويظل متعديا ويظل المعنى تاما. لتمييز الفعل اللازم من المتعدي نضف له كاف الخطاب أو هاء الغيبة أو ياء المتكلم، فإن قبلها كان متعديا وإلا فهو لازم. وهناك أفعال متعدية تنصب مفعولين كظن وحسب وزعم وخال وغيرها.